صباح الخير مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع الزعوق من أمام وزارة الداخلية، حيث قطع عمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية الطريق هنا أمام وزارة الداخلية. مثل ما عم نشوف في مسرب واحد تم فتحه للسيارات المتوجهة أو الخارجة من شارع الحمراء، بينما النقطة التي الثانية هنا أمام وزارة الداخلية باتت مقطوعة، وهناك طبعا الأعداد منها كتير كبيرة، ولكن هؤلاء العمال ومستخدمي عددهم أكثر من 450 شخص عم بيطالبوا بحقوقهم للحصول على وإنصافهم من هيدي الشركة اللي تم إخفالها. حنستمع للكلمة في هذه الأثناء. نائب التحرك اليوم تحرك لناس مظلومة صار لها 9 أشهر خارج عملها، هذا شيء اسمه ظلم واستبداد بهالأيام الصعبة اللي عم يعيشوها العمال بكل لبنان. بتخالف شركة، الشركة المشغلة شركة فال بتخالف، بتزيد التعرفة، بدل ما الوزير يجي ياخد الشركة ياخدها يدعي عليها ياخدها على القضاء، بيقوم الوزير بياخد قرار بتسكير المعاينة الميكانيكية وبيصرف 500 عامل نتيجة هذا القرار بيروحوا على بيوتهم، وبصير لبنان كمان بلا معاينة ميكانيكية. وعم نتطلع عم نشوف نوعية سيارات ونمط بالشارع غير مضبوط بشكل خطر على السلامة العامة. أكثر من هيك الشركة فيها تجهيزات للكشف، التجهيزات متروكة من 7-8 أشهر بملايين الدولارات دون أي كشف، دون أي تصليحات، دون أي صيانة. قرار الوزير هو قرار خاطئ أدى إلى هذه النتائج الكارثية. ومن 9 أشهر كل يوم منقابل الوزير، كل يوم بعد يوم مقابلات لا تنتهي، وكمان مقابلات بدون نتيجة. إعداد دفتر الشروط رفعنا نحن والشباب، إعداد دفتر الشروط عند الأستاذ جون العلية، خلص من دفتر الشروط وحط المواد اللي بتحمي هيدي الناس، وشكرا لجان العلية. هودي العمال المناضلين بهالظرف اللي نحن فيه، الدولار 70,000، ما سأل معالي الوزير كيف بتعيش هالناس، كيف بتضوي كهرباء، كيف بتتصل، كيف بتتدفى، كيف بروح أولادها للمدارس، كيف بتتحكم. أسئلة كبيرة برسم وزير الداخلية، لأنه دفتر الشروط انتهى، ولحد هلأ بعد كذا اجتماع وكذا مقابلة ووعود لا تؤدي إلى شيء. بنرجع بنقول رح نجي نحن الجمعة الجاية لهون، ونحن مش هواة قطع طرقات بهالظروف الصعبة اللي عم يعيشها كل الشعب اللبناني. بنرفع الصوت، وهلأ بنرفع الصوت وبنقله للوزير سرع بإجراء المناقصة. في 500 عائلة بالشارع بدون قدرة على العيش، في سلامة عامة منتهكة، سيارات ما بعرف كيف أشكالها وألوانها، في تجهيزات لا في إلها صيانة. بادر يا معالي الوزير، بادر لإنصاف هؤلاء الناس، وإلا نحن رح نضل بالشارع وبحركة تصعيدية أكتر من هيك. تفضل رئيس. أنا بدي أقول شغلة، من قبل 9 أشهر من أول ما طلع قرار وقف المعاينة الميكانيكية كنا واقفين نفس هيدي الوقفة، من 9 أشهر من تاني يوم
وطلعنا شفنا الوزير وقالنا الوزير انه نحن عم نعمل تنظيم وبدنا نظبط المعاينه، وقلنا له نحن ما عندنا مشكله على اساس الموضوع بياخذ شهر وشهرين. هلا صلنا 9 أشهر وبعدنا محلنا، صار في حرب بالعالم وحيصير في حرب نوويه وهالمناقصه بعد ما خلصت. هيدا القرار اللي اتاخد ما له مزبوط ابدا من عده نواحي. اول شيء شردنا نحن ال 500 موظف. ثاني شيء في خرق لقانون السير المقر بمجلس النواب، في خرق لمراسيم معموله، في خرق لاتفاقيات دوليه معموله بين لبنان والاتحاد الاوروبي لها علاقه بالسياحه، في معدات تعود مثل ما تفضل الدكتور ملكيتها للدوله اللبنانيه حقها ملايين الدولارات، كمان هيدي عم تروح. نحن صار في عندنا تخوف حقيقي انه اللي عم بيصير بالمعاينه مثل ما صار قبل بسكك الحديد، مثل ما صار بعده قطاعات. نحن هيدا الشيء ما بنقبل فيه، نحن هيدا القطاع نحن بدمنا مشيناه من 20 سنة، مش الشركة المشغلة اللي كانت عم تطلع مصاري، نحن العمال أما هيدا القطاع وبي، ونحن بدنا نحافظ عليه لـ 100 سنة، هيدا القطاع لإلنا، نحن عمرناه وبدنا إياه بيتنظم لحتى يصير في 1000 حل لحتى تنظيم المعاينة، بتتظبط بتنزاد مراكز، بتتخفف مئات الفحص لحتى تواكب الأزمة المعيشية، في 1000 موضوع بينعمل وبتقدر تعمله الوزارة. انما هيك نقضي على هذا القطاع عمره 20 سنة من 2003 ومكلفنا لنا تعب ودم، ومكلف الدولة مصاري وله علاقة بالسلامة المرورية حسب المختصين اليازا مرتفعة نسبة حوادث السير بشكل لا يصدق. طب وين العالم؟ وين المسؤولين؟ انتوا كمسؤولين عن شو مسؤولين؟ بتشردوا العمال، مهمكم العالم. اذا قرار شعبوي بتزقف له شوية عالم على الفيسبوك وعلى التويتر بنمشي فيه. هيدا القرار في ضرر بالدرجه الاولى للمواطنين والدرجه الثانيه لالنا. نحن مثل ما تفضل الرئيس باقيين بالشارع صلنا 9 أشهر ولا بدنا نروح على غير محل، رحنا باقيين لناخذ حقنا، ما عندنا غير محل نروح عليه. نحن باقيين لحتى يرجع يفتح قطاع المعاينه. هذا القطاع مثل ما قلت نحن عمرناه ونحن بدنا نحافظ عليه. هشام الوزير هشام بده يحكي الشعب. بدي وجه كلمه للوزير بس سوي اوكي. قرب يا قرب يا قرب 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 لهون. نحن بدنا نطالب معالي الوزير من بعد كذا موعد وكذا لقاء وكذا مراجعات. بدنا نطالب معالي الوزير بعد كذا موعد وكذا لقاء نحن وياه وكذا استفسار وكذا اتصال من مرجعيات سياسية ودينية، وعدهم انه راح يطلق المناقصة. هذا الحكي كان قبل راس السنة باسبوع انه على اول سنة الجديدة راح يفتح المناقصة، وهذا وعد من معالي الوزير مش بس النا، هذا الوعد راح للسياسيين وللمراجع الدينية. نحن بنطالب معالي الوزير ينفذ وعده ويفتح المناقصة. راح يفتح بس بعد نحن صلنا 18 سنة بهالشركة، من السنة والتانية والتلاتة. طلع قرار وزير الداخلية انه بده يلغيها المعاينة. على اي اساس هو بده يطلع قرار يلغيها المعاينة؟ نحن موظفين بهالشركة، نحن الا حقوق. نحن جايين من البقاع، من بعلبك جايين، من اخر معبر الله جايين، مش يجي يطلع لنا قرار. بدنا نعيش نحن، بدنا نشتغل، عندنا اولاد بدنا نعيشها، عندنا اولاد بدنا نعهدها بالمدارس، بدنا نعيش نحن. شو قصته؟ الدولار صار ب 65، قطعنا معاشاتنا، قعدنا شردنا على سنة 8 أشهر قاعدين بلا شغل ولا عملة. وأي وزير الله بيقولها هاي؟ الله ما بيقولها. وزير طلعت اتحمل مسؤولية القرار اللي طلعته. وعدنا إنه أول السنة الجديدة بتطلع قرار وبيمشي الحال. أحيي بلشت أول السنة الجديدة. شو عملت؟ شو عملت؟ قول لي يا وزير شو عملت؟ يعني بس لحظة شوي شباب. خلاص صح.
إذن مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك، فينا نقول بأنه الطريق لا تزال مقطوعة، ولكن انتهى اعتصام العمال ومستخدمي المعاينة الميكانيكية هنا أمام وزارة الداخلية، ومن ثم سيعاد فتح الطريق من قبل القوى الأمنية. هذه هي الأجواء من هون، ونحن أكيد رح نوفيكم بأي تحركات جديدة. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غيدة جبيلي وربيعة دعو.